حياكم الله مشاهدينا الكرام. أعلنت اللجنة المالية النيابية أن قانون الخدمة المدنية ومؤسساته يعمل على إيجاد حل لتوحيد رواتب الموظفين التي تعاني فوارق كبيرة بين الوزارات وإيقاف الفضائيين ومزدوجي الرواتب. وأوضح عضو اللجنة جمال كوجر أن الحكومة قد تعيد النظر في سلم الرواتب بتفعيل دائرة الخدمة المدنية للقضاء على الفضائيين ومتعددي الرواتب، وأضاف أن الحل يكمن بقانون الخدمة المدنية الذي ينظم الرواتب، ولكن المشكلة أن مؤسسة الخدمة المدنية ليس لديها ملاك بعد وتحتاج إلى ترتيب نفسها لكونها حديثة النشأة. أعلن وزير المالية في حكومة كردستان العراق آوات شيخ جناب توزيع رواتب الموظفين عن طريق المصارف. وقال شيخ جناب إنه بعد الاجتماع مع جميع المصارف الأهلية والحكومية تقرر توزيع رواتب الموظفين عن طريق المصارف مباشرة، وأضاف أن أحدى فقرات قانون الإصلاح لتوزيع الرواتب عن طريق المصارف، والقرار قد دخل اليوم حيز التنفيذ. أعلنت محافظة واسط إعادة فتح منفذ زرباط الحدودي مع إيران. وقال محافظ واسط محمد المياحي إن المحافظة حصلت على الموافقة على إعادة فتح المنفذ أمام حركة التبادل التجاري والسماح بدخول المواد الغذائية الإيرانية إلى العراق. يأتي هذا على حين اتهم مراقبون الحكومة بالتذرع بفتح المنافذ الحدودية مع إيران لخفض أسعار المواد الغذائية. شهدت أسعار صرف الدولار الاثنين استقرارا نسبيا في البورصة الرئيسية والأسواق المحلية في بغداد. وسجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية ببغداد 147,400 دينار مقابل كل 100 دولار. وشهدت أسعار بيع وشراء الدولار في الأسواق المحلية هي الأخرى استقرارا نسبيا، إذ بلغ سعر البيع 148,000 دينار لكل ورقة من فئة 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 147,000 دينار مقابل كل ورقة من فئة 100 دولار. ازدادت أسعار النفط بنسبة 1% عقب اجتياح إعصار إيدا خليج المكسيك، ما أجبر السلطات الأمريكية على إغلاق منصات النفط البحرية وإخلائها. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا لتصل إلى 73 دولارا و454 سنتا للبرميل الواحد، في حين ازدادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنتا لتصل إلى 69 دولارا و27 سنتا للبرميل. كان مكتب السلامة والإنقاذ البيئي قد أفاد بأن شركة الطاقة أوقفت بحلول السبت الماضي 91% من إنتاج النفط في خليج المكسيك بسبب اتجاه الإعصار إيدا صوب منصات الحفر والبنية التحتية الأخرى. بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها في 4 أسابيع، إذ استقر سعر الذهب عند 1,814 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الرابع من شهرها. ويأتي هذا بينما رفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقديم أي توجيهات واضحة بشأن الجدول الزمني لتقليص التحفيز. وأكد المجلس الاحتياطي أنه سيظل حذرا من أي قرار نهائي لرفع أسعار الفائدة. هذا وأدى انخفاض أسعار الفائدة الأمريكي إلى الضغط على عوائد الدولار والسندات. في نهاية الموجز الاقتصادي تقبلوا تحياتنا.